كنيسة القديسة مريم العذراء عليه السلام مسكنتا. تقع الكنيسة القديمة في ساحة الميدان قبال الشارع الرشيد، يعتقد أنها أقدم كنيسة بنيت في بغداد، إذ شيدت عام 1640 من قبل الأرمن على قطعة الأرض الممنوحة لهم من قبل السلطان العثماني مراد الرابع. يلفت الأب كابريا إليان إلى أن الأرمن شيدوا كنيستهم على الأرض المهداة هذه وكرسوها باسم القديسة مريم العذراء مريم أنا، ومعناها الأم مريم، وقد تم ذلك في عام 1640 ميلادية. كنيسة القديسة مريم العذراء الكائنة في باب المعظم الميدان. إذن كنت معكم في هذا التقرير، أنا الإعلامي علي الدلوي، لنا الملتقى إن شاء الله في تقارير أخرى. إلى اللقاء.